أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدا كبيرا وضخ أموال كثيرة. وفي مداخلة خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أضاف الرئيس السيسي أن الرؤى لابد لها من أفكار وجهود حتى تتحقق، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية استمر على حاله دون تغيير لمدة 25 عاما. أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة هنا جدا. الفريق كامل بيحكي الموضوع، ف مش هو دي اللي احنا ممكن نوصل بها للناس احنا عملنا ايه، ومش الهدف ان احنا نوريهم احنا بنعمل ايه، لكن نوريهم ان الرؤية عشان تتحقق ورا بينها مش بس افكار ولا جهد، لا ده حاجة كتير على بعضها. ونرجع التاريخ نقول ايه، احنا الجزء الاولاني من المينا اللي كان موجود استمر على كده بدون تغيير 25 سنة بالضبط يا فندم. طيب أنا بس بقول كده ليه؟ لأن أنتم مهم أوي تبقوا عارفين إن تحويل الدولة من حالة لحالة تانية وعشان تاخد مكانها وتستفيد من موقعها لابد من بذل جهد، مش جهد تخطيط، لأ تنفيذ، وأرقام كبيرة جدا من الأموال تضخ هنا.